بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوف مع بعض ثلاث مباريات وراء بعض أبراج نار. تلخص لكم مشاكل اللعب اللي اسمها كلاش رويال. طبعاً مقهور لأنه جاي من الخسائر على والله ما أدري كيف الكحة بعد رجعت. شوفوا كيف برج نار، برابرة، ساحرة، عملاق كهربائي. والله بنجن يعني، كنت من جد معبي كل التشكيلة اللهم للأسهم. بس كل ما خلصت من شيء جاك شيء، كل ما خلصنا من شيء استجد علم جديد. كل ما قلت هانت جاء شيء جديد. تو ماتش والله، حتى أنا حتى يعني قاعد أعذب نفسي بزيادة، أجيب وقت إضافي بهذه المباراة. واضح إنه ما في أمل أصلاً، يعني برج النار لحاله تحس ما في أمل، فما بالك لما يكون معاه برابرة، غولم، ميجنايت. اصلا ظريف على الاقل. من ايطاليا غيرت التشكيلة شوي، لا غيرها الحين كثير، صارت اخف بكثير. هذا نفس الشيء ميجنايت برج نار، يعني ما تصدق تخلص يجيك واحد ثاني، لكن هذا قدرنا عليه، ما ادري كيف قدرنا عليه بنشوف. كويس انه غنم بالبدايه، لعبت الغنم. طبعا جاك منطاد من الجهه هذه، ركزت على المنطاد، عادي الفارسه ما في مشكله. هنا والله الجنان، توني مخلص من برج نار يا ابو، ايش هذا؟ قبل شوي مخلصين برج نار وميجا نايت، يجيني الآن. الحمد لله زي ما توقعت، ما عنده كثير، يلعب برج النار على الغلم زي أنا، ما كان عندي كثير أدافع أو ألعب الغلم قدام الميجا نايت. هنا لازم نلعب الفالكري. حلو، زين إني لعبت الفالكري ولا لعبت الحطاب، لأنه لعب الغيلان. الحطاب يقدر يتفاهم مع الميجنايت، خاصة إذا كانت مع دعم الأبراج. مباراة لحظات فوز إن شاء الله، ما أقدر أسوي شيء. مباراة أسطورية. المباراة الثالثة، أيوة ما يحتاج أشوفها. يعني نفس الفكرة،
4 متصلين الحين 2. يلا بسم الله. وضع ما هو مثالي ابدا. ايوه يا ساتر، توني مخلص شايف ال ايوه اخي، والله شيء يقهر، والله شيء يقهر. ما في الا هذه التشكيلات، ما اعرف اكمل ولا ما اكمل، انسحب من هذه المباراة او لا، حقيقي ما اعرف. ايوه زي اللي قبل شوي شفته، ما ادري في شيء باللعبه كذا، نظام اللعبه يعني انت تشوف مباراة ويعيدون عليك نفس المباراة ولا وش السالفة اللي انت شفتها حتى. حلو ممتاز. والآن تحت الضغط، يعرف أنه في ورطة. يلا ندوس بدنا نلعب برج النار، نقول بسم الله. يا ما هي مشكلة والله. الله يعين. بسم الله. يا ويلي. مشكلة والله، تحس ما في أمل.
قهر والله، والله قهر. والله قهر. من جد ظلم، والله من جد ظلم. كل شوي يجيك برج النار. يا الله. من جد ظلم، والله ظلم. توني شايف 3 مباريات برج نار في المباريات الماضية، ويجيني الحين هذا ملعب المنيفيكا. إلا يعني عنده شيء، عنده بديل، الله أعلم يعني. والله مشكلة، والله والله مشكلة. طبعا هذه التشكيلة يمكن فيها سباركي بعد. حيوانات حيوانات. وش القهر؟ استغفر الله، وهل عنها لعبة. ول 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 ول، ايش ذا ايش ذا؟ خير حلو. الله يلعنك، استغفر الله، الله يلعنها لعبة، الله يلعنها لعبة. خير خير. الله يلعن أبوها لعبة. تخلص من أبراج نار ويجي لك هذا لعبة زفت. النظام زفت والله، والله النظام زفت ذا. ايش فيه؟ سلامات. يا الله. الله يلعنهم. الله يلعن هاللعبة. شوف كيف يعني حتى البداية ما في غلم، ما في شيء، بقعد العب كذا. ساحرة الليل. شوف الكلب. راح هنا الجهة الثانية. على الأقل هذا مدفع هون شوي. نحاول نشوف. الله يلعنهم، الله يلعنهم، الله يلعنهم. خير كل شوي تكرار. خلصت من مرايا، يجيك مرايا ثانية. خلصت
من ميني بيكاجي شيء مرة طفح والله. والله يا عيني يعني لا يجينا بعد صاروخ. كلاب لعبة كلاب أنا بياخذ ترك الدفاع تماما الفقير. لا لا يا وضيع أعوذ بالله تخلص من مراية جيك مراية. هذا نظام اللعبة نظام كريه 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 يكررون عليك لما تطفش. استغفر الله العلي العظيم. باقي لي درجة واحدة ووصل الثمانية ذي. تعبت ما أعرف كم صار مدة الفيديو. يلا سوكي يلا شوفوا كيف. وين الغلم؟ وين هذا؟ دائما يكررون علي البدايات الغلط. بالذات هذا ما ودك طبعا ذي الفارسات ما تبغى تقابلها بأي تشكيلة. لكن يمكن ينفعون هنا. ما يعين يمكن تشكيلة الغلم تنفع لهم الله أعلم. إلا إذا كان مع ميني بيكا بعد مشكلة. هذا البلاء ينتظر يلعب السهم ثم يتورط. هلو يا الله
مش مشكلة والله. هذا ايش فيه ذا بعد؟ ايش جابه؟ وهم عن ذا بيرجع قاعد يضرب الكلب. الله يلعنهم الله يلعنهم. خير عن ابوهم. والله تخريب والله والله تخريب والله تخريب. اقسم بالله اقسم بالله تخريب. يعني كأنه معاس باركي باختصار. يا الله يا الله زبالة لعبة معفنة صايرة. هذا كريه ذا والله كريه. كذا كذا مرة قاعد أقابله لما نلعب سباركي بالذات. يا يخرب علي 4 اكسير وانا 6 اكسير. ما أدري 5 اكسير. طيب سبارك 6 اكسير. والله قهر والله قهر.